أسرة أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد، أن ترحب بكم في أولى، لا نريد أن نسميها محاضرات بقدر ما هي إن شاء الله عز وجل ستكون ندوات وحلقات إن شاء الله عز وجل. المبدع الأستاذ أحمد حبيب إن شاء الله عز وجل هيكون معكم حالا بإذن الله. سلام عليكم. يعني أنا أتمنى الحضور جميعا، كله يحضر جنبه كده زي كراسة كده، ورقة وقلم، بحيث إن شاء الله بإذن الله تعالى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، إن تكون الدورة يعني في موازين الحسنات، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بها خير الدنيا والآخرة. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خلاص، كل معاه ورقة وقلم، اللي معاه ورقة وقلم يضغط واحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الاحباب على الشاتنج، ايه محدش بقى خلاص يكتب على الشات، ونركز مع بعض نبدا المحاضره سويا باذن الله. الله سبحانه وتعالى وقت يبارك فيكم، جزاكم الله على كل الخير. محدش يقفل الشات، محدش يكتب على الشات لغايه لما ايه نركز مع بعض في المحاضره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة قولي. النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى المحاضرة الاولى في برنامج تدريبي طويل شوية، هياخد مننا عدد كبير من المحاضرات. البرنامج ده بعنوان خطوة بخطوة. البرنامج ده هيمر على اكثر من مرحلة. بداية أعرفكم بي، أنا أخوكم أحمد حبيب، مدرب دولي في التنمية البشرية ومتخصص في التكنولوجيا والإعلام الجديد. وأعددت هذا البرنامج مع ملتقى الدارين، وكان من شرف كبير لي أن أنا ألتقي بحضراتكم تحت هذا العنوان. عندي أمنية من الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى، وأرجو برنامجنا ده وكلامنا ده يكون كلام عملي جدا جدا جدا. فأنا أول حاجة عايز من حضراتكم تركزوا، أي تساؤل جنبك، أي استفسار صار تكتبه جنبك، اي واجب هنتكلم عنه كده، عندنا اكسرسايزز، عندنا واجبات كتيره هناخدها طول ما انا ماشي في الكلام.
لان انا حابب ان البرنامج ده الطراز الاول، حابب ان كل تركيز يكون، حابب ان كل تركيزنا يكون ان شاء الله باذن الله تعالى عملي 100%، وما يكونش مجرد كلام وما يكونش مجرد احاديث وفقط. هبدا معاكم منين؟ هو احنا ليه اخترنا خطوه؟ انت راجل دلوقتي او اختنا الفاضله اخونا الفاضل قاعد معانا دلوقتي في سؤال مهم جدا. طب هم ليه اختاروا خطوه بخطوه؟ ليه عايزين يبداوا معانا تحت هذا العنوان؟ وما هو هذا العنوان؟ حقيقه بعد ما طفت كثيرا كثيرا في عدد كبير جدا من المحاضرات ومن الدورات ليبيا ومن لقاءات على الانترنت، جلست مع اداره الدارين لما وصلنا ان احنا نمشي خطوه بخطوه. ايه دي؟ ان احنا كتير قوي قوي من البرامج التدريبيه هي برامج نظريه، وكتير مننا بيسمع طول النهار الانترنت حاجات وفي الاذاعه حاجات، ولكن دي رايحه فين؟ هتدينا حصيله ترى كيف امبارح وبكره احسن بشكل عملي مرقم. الاجابه مش واضحه لكتير من بدانا ده في ده، نبدا الطريق بخطوه. صممنا البرنامج ده يا شباب احبابنا الكرام، احنا صممنا البرنامج ده بحيث ان هو يكون عملي 100%. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم تخيلوا ان بعد الحلقه الثانيه او المحاضره الرابعه او المحاضره الخامسه في حد خد الكلام ده وطبقه وبدات طريقه تفكيره وعملاته هنا نجح. عدد فقط مش ده اللي هينجح البرنامج. تاني انا بكرر ان البرنامج ده برنامج عملي جاي يعمل ايه خطوه بخطوه. تعالوا كده نمسك الموضوع عناصر عنصر عنصر. اول حاجه اقصد ايه بخطوه بخطوه؟ احنا اكتر حاجه محتاجينها في زماننا ان حياتنا العمليه، حياتنا ومستقبلنا تتحول الى خطوه بخطوه، تتحول الى الشكل العملي خطوه بخطوه. يعني ايه خطوه بخطوه؟ يعني اول حاجه المفروض نعملها ايه؟ لك ان تتخيل انك لو عملت الحاجه الثانيه مكان الحاجه الاولى. طب سال نفسه سؤال، هو انا في الحياه دي محتاج اول خطوه تبقى ايه؟ احنا جايين حياتك خطوه بخطوه، لازم تشتغل على نفسك خطوه بخطوه. الخطوه مش بالمزاج، واول خطوه مش بالهوى، واول خطوه مش بالكيف. يعني مثلا واحده تقول انا اول خطوه ان انا اتجوز، واحد تاني يقول اول خطوه ان انا افتح محل. هنعرف مع بعض النهارده ايه اول خطوه وايه خطوه ازاي نبدا مع بعض اول خطوه. فده المقصود خطوه بخطوه، خلك ترتيبيه مش الدوره ده مش تركيبيه. الشكل ده احلى، الشكل ده اوحش، الشكل ده ظبط، الشكل ده ما ظبطش. انت لازم تعرف علما وعملا كيف تبدا الخطوه الاولى، تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا. ده فكرة خطوة بخطوة مع بعض بخطوة. وخليني أكد على جزئية، أحسن حد فينا دلوقتي يا شباب اللي قاعد بيسمع وجنبه ورقة وقلم، واللي هيبعت لي على الإيميل يقول لي أنا عملت الخطوة اللي أنت قلت عليها، أنا مش فاهم الخطوة اللي أنت قلت عليها، وضح لي أكتر. تاني بكرر، إحنا عايزين نخرج من الموضوع ده بشكل عملي جدا. طيب النقطة الثانية، طب ايه الخطوة الأولى؟ خطوة بخطوة، والنهاردة اللقاء الأول. طب ايه الخطوة الأولى؟ خطوة مساعدين تسأل ايه؟ مين مستعد على الخطوة؟ اللي يسمع الخطوة الأولى يضغط. طيب خلاص نقول الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي تخيل كده طفل هيبدأ يخطي، هيبدأ يمشي خطوة بخطوة، هيبدأ يقول رجل. صبي، شاب، بنت، فتاة، رجل، امرأة، سافر بلد غريبة، سافر مكان جديد خالص عليه وهيخط فيه أول خطوة. احنا بلدنا الجديدة يا شباب هي حياة عملية، حياة ناجحة، حياة متميزة، بنفرح جدا نسعد، ولكن متميزين وعلوي. ايه هي الخطوة الأولانية؟ الخطوة الأولى لأي حد في الدنيا عايز يكسب الحياة اللي انا قلت عليها من شوية،
يسأل نفسه سؤال: أنا عايش ليه؟ إيه أول خطوة في حياتك؟ عرف أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت في الدنيا دي بتعمل إيه؟ ولو أنت مخلد، طب الناس بتموت عند سن 60 و70%، يعني أنت مش مخلد. ولو أنت يعني فيك الطاقة التي لا تفنى، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال. السؤال: انت موجود هنا ليه؟ الخطوة يا شباب، رؤيتك في الحياة، اكتب اهداف، اكتب هواياتك في الحياة. الاولى: اصعب انسان في الحياة واحسن انسان طلع نتائج جيدة يعرفه. الإجابة على اتخلق ليه؟ طبعا كلنا عارفين، زي ما احنا جايين على ربنا سبحانه وتعالى. كلام جميل جدا: العبادة كلمة جامعة لكل معاني الخير. ولكن عشان تجاوب على السؤال بشكل فعال، أتمنى الناس تكتب وناس تبعت لي بالإيميل تقول لي آه أنا عرفت، أحط رؤيتي ورسالتي أهدافي وأدواتي، أو ما عرفتش وتسأل السؤال اللي عندك. إما نجاوبك عليه النهاردة في آخر المحاضرة، أو أجاوب عليه إيميل ونتواصل ونستكمل الخطوة الأولى. تاني، أول خطوة إيه؟ أول خطوة اسأل نفسك: أنا عايش ليه؟ الإجابة فرب الدايرة الكبيرة والدايرة رسالة ودايرة أهداف والدايرة الرابعة. وأنا بسألك سؤال دلوقتي بينك وبين نفسك: أنت عمرك فكرت إنك تحط الناس رؤية؟ خش أي ويب سايت في الدنيا، شركة في الدنيا، هتلاقي شركة لما تضغط عليه الشركة ورسالتها وأهدافها وإلى آخره. طب دي شركة، ده بيزنس مهما يعني عظمة لن يكون بعظمة الإنسان وكرامة الإنسان. فما بالكم الإنسان يحتاج أكثر وأكثر وأكثر إلى كتابة رؤية وكتابة رسالة. عارفين الأصعب من كده إيه؟ مش الأصعب حياتك قبل كده، الأصعب إن في ناس بتقول لي حاجة: إحنا أصلا مش عارفين يعني إيه رؤية أصلا. يا شباب، يمكن أنا عملت أكثر من 250 حلقة تلفزيونية وإذاعية، ولا طالما كررت هذا الكلام. أصعب سؤال ممكن أسأله وأغرب إجابات ممكن أستقبلها، إما أونلاين أو أونلايف أو أون إير أو في أي مكان، الإجابة بتقول إحنا أصلا مش عارفين يعني حد في الدنيا. طب أنت كل التعب اللي أنت بتعبه ده بتحطه فين؟ لكم أن تتخيلوا واحد عمال يجيب فلوس وما عندوش حساب في البنك يحوش فيه. لكم أن تتخيلوا واحد عمال يلم في كنوز وما عندوش صندوق يحط فيه. ده ما هيحفي. ولو انت ماشي وقعت مش هتلاقي حد ياخد بايديك، لان لازم اللي بياخد بايديك ده يكون لونك ودمك، ومش هتلاقي حد لونك ودمك الا حد ماشي معاك في نفس الطريق، هيكون معاك بالسرعة وبنفس الادوات طورك فيها، عشان هو معاك في نفس الطريق هياخد بايديك. انت عارف الناس مش بتاخد بايديك ليه؟ ان انت حتى الان لسه مالكش طعم او لون او رائحة. السؤال: انت عايز من الدنيا ايه؟ عشان تلاقي الشخص المناسب اللي يساعدك، عشان تلاقي الانسان المناسبة اللي تتجوزها، عشان بعد الجواز ما يكونش فيه خلاف او اختلاف او تصادم. انت عايش ليه؟ دي يعني نقطة مهمة جدا. اي حقيقة في تكتسك رؤية او رسالة او اهداف او ادوات، الخطوة الاولى اوعك تعمل اي حاجة من غير ما تملأ الدوائر دول. طيب تعالوا بقى نمشي مع بعض خطوة بخطوة ونركز مع بعض خطوة بخطوة ونرسم مع بعض رؤية خطوة
ونرسم مع بعض الرسالة والأهداف والأدوات شيء كده ناخد نتعامل صح 10/10 في كل دور. اتفقنا؟ جاهز نبدأ مع بعض الرسالة؟ اللي جاهز يضغط 6. طيب تمام، يلا توكلنا على الله. نبدأ مع بعض بقى الخطوة الأولى، الله خير. نبدأ مع بعض الخطوة الأولى ونكتب بقى يعني إيه رؤية ويعني إيه رسالة ويعني إيه أهداف. الرؤية قبل ما أقول لكم التعريفات دي بسرعة، في آفة، في مشكلة عايزين نتخلص منها بسرعة. لو حضرتك قبل كده جربت الموضوع، جربت تفكر في أهداف وإلى آخره، وقف تجربك اللي قبل كده لغاية لما بعد كده شوف هل أنت كنت شغال بأني طريقة صح ولا غلط، وتركبها على الكلام اللي إحنا قلناه. يلا نبدأ مع بعض. ما معنى كلمة رؤية؟ يعني أنت شايف العالم أفضل ازاي؟ رؤيتك في الحياة امين هي الرؤية، يعني انت شايف حالك ازاي. ففي ناس ممكن تشوف حالها في شغلانة، في جوازة، في مصنع، في شركة، في محافظة، في قرية، في مدينة، في بلد، في قارة. لا، انا عايز حالة ليها تبقى عاملة ازاي. فممكن واحد يرد يقول انا شايف الدنيا عبارة عن تقنية الكترونيات بتدعم الاخلاق وبتدعم الانسانية وما بتعملش وبين القيم وبين التقدم والحداثة مثلا. واحدة تانية تقول انا شايفة ان الدنيا، انا شايفة ان عبارة عن بيوت ناجحة، شغال كويس، تعمل كويس، تقب بين وجوز اروع مناقش مليانة ومليانة كبير. يقول انا رؤيتي الجغرافيا، في المواهب، كل بعضها لتقنية البشرية، العالم كله مش رويبضة، عالم جيد واضح المعالم، من يستطيع هو الذي يتقدم ومن لا يستطيع ينتظر ليتعلم ثم بعد ذلك يتقدم. واحدة تقول انا متخيلة عالم اقرب للنظافة ولتطهير النفوس، وحد تاني يقول عالم الاصل فيه الحلال، المكسب الحلال. فتخيلوا كده لو احنا بدأنا نكتب بقى رؤيتنا، انت نفسك تشوف الدنيا ازاي، حتى بصوا الكلمة تشوف، ترى كيف الدنيا ازاي. فمن فضلكم اول واجب، اول اكسرسايز عندنا النهاردة حضراتكم تكتبوا رؤيتكم، حابب تشوف الدنيا ازاي. وبإذن الله تعالى في محاضرة يوم الاثنين، احنا هنتقابل ان شاء الله جمعة واثنين، في محاضرة يوم الاثنين بعد ما تبعتوه على الايميل هختار، وان شاء الله هنحاول نختار معظم اللي يتبعت عليه ونحسن، وممكن واحد ثلاثة يكتب كلمتين ثلاثة، جملتين ثلاثة، نص جملة، نص سطر، هنكمل معاه وندردش معاه ونزاي ونطور معاه الرؤية بتاعته لغاية لما تبقى رؤية جميلة. اي حد يسألك يقول لك انت تعيش ليه، تقول له خد بالك انا عندي رؤية ورسالة واهداف وادوات واضحة قابلة للقياس، جيدة، نافعة، ناصعة، تستطيع ان تقولها وتفخر بيها. وخد بالك نية المرء ابلغ من عمله، يعني ممكن تنوي يا رب اريد عالم يحب العلم يتوفاك الله، قبل ما تحقق رؤيتك تيجي يوم القيامة تجد جبال من حسنات، يقول الله، تقول أنت لله تبارك وتعالى ربي كيف هذه الحسنات، كيف ذلك ولم يبين.
فيقول عز وجل: فعلت على قدري وهذا قدري في الآخرة، اذهب فادخل جنتي. خد بالك انت لما تظبط رؤيتك رؤية خير، كل قبل كده محاضرة بعنوان انت نتيجة افكارك، انت نتيجة افكارك، زي ما تفكر هتلاقي نفسك. تخيل بقى لو واحد رؤيته بيصحى وينام ويعيشها ويحلمها في المنام وفي كل لحظة وسكنة من حياته، رؤية خير مليانة العالمية الواضحة الناصعة. طيب انا هديكم الايميل اهو على الشات، واتمنى انكم تنقلوه وتبداوا بقى تتابعوا معانا واحده بواحده. اهوت يقطع وان شاء الله تعالى تحصلوا عليها باذن الله. طيب اكتبوا الايميل ونبدا بقى نبعت مع بعض اول اكسرسايز ونكمل. فدي الرؤيه. شفت الدنيا؟ شفت الدنيا احلى ازاي؟ شفت الحياه في افضل صورها ازاي؟ ما تعيش بدون رؤيه من اول النهارده. طيب ننتقل بقى للدائره الثانيه في الخطوه الاولانيه. ها الدائره الثانيه بتقول ايه بقى؟ الدائره الثانيه بتقول ايه هي رسالتي في الحياه؟ خد بالك رسالتك غير رؤيتك. طب الرؤيه عرفناها، طب والرساله؟ الرساله هو دورك في تحقيق الرؤيه التي حددتها. واحد شاف من بعيد في حريقة، دي الرؤية. طب الرسالة؟ دوري انا في موضوع الحريقة ده ايه؟ هل ابعت SMS للمطافي ولا اروح اطفي بنفسي؟ كل واحد بيحط دوره في الرؤية، ودورك ده هو رسالتك. على سبيل المثال واحد قال انا عايز مصر، عايز مثلا مصر، مثلا عايز مصر، رسالة رؤيتي ان مصر بلدي تبقى احسن بلد في العلم والتعلم، في التعليم، في ملف التعليم. رسالتك ايه؟ والله هيقول انا رسالتي هبحث عن العلماء واقدمهم للجمهور، دكتور في كذا هقدمه للجمهور، هجيب كتب واحاول اعمل لها دعم للناس عشان يقروا اكتر، الناس زهقانه من الكتب، ازاي احول الكتب دي الى رسوم كرتونيه او مسلسلات اذاعيه او حلقات تلفزيونيه او شوتس درامية عشان اوصل نفس المعلومة ولكن باسلوب جذاب وبشكل نافع والى اخره. واو، يبقى هو حط الرؤية وحط الرسالة. انا رسالتك هو دورك في الموضوع، انا هعمل ده. طيب الدائرة التالتة هي الاهداف. لن تستطيع تحقيق رسالتك الا من خلال مجموعة من الاهداف. يعني الراجل صاحبنا اللي هو عايز مصر تبقى احلى بلد في التعليم، دي الرؤية. طيب رسالتك ايه؟ رسالتك ايه في الموضوع؟ دورك اللي هتقوم بيه ايه؟ والله انا دوري ان انا هيسر العلم للناس، زي ملتقى الدارين، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في ملتقى الدارين وان يديم عليه النفع والخير. وانا بدعو كل اللي بيستمعون الينا الان ان هم ينشروا الملتقى ويصل الفانز بتوعه واللايكس فيه الى 200,000 و500,000 ومليون، لان انا قابلت ادارة هذا الملتقى وبيعملوا بحب الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. طيب رسالتك انك تيسر العلم، تيسر العلم. اهدافك ايه بقى؟ لازم يبقى عندك ثلاث انواع من الاهداف. ها بتكتب ولا ما بتكتبش؟ اللي بيكتب يضغط 9. يلا ما شاء الله عليك يا خالد، يا امل، يا احمد، يا حسام، يا محمد، يا نور، يا صفيه، يا اميره، يا ايه، كل الناس، كل الناس ما شاء الله عليكم. جميل. طيب وبدور ويسري وبن صالح ودينا ونهله، طبعا اتمنى كل الناس اللي مش حاطه اسمائهم تغير من الجست اسمائهم عشان نستمتع ونقرا اسمائكم. طيب كتبنا الرساله، الاهداف بقى احنا عندنا ثلاث انواع من الاهداف. خد بالك عمرك شفت واحد بيعمل تصويب نحو الهدف؟ الهدف لازم يكون قدامك واضح جلي تذهب اليه مركز، عارف انت رايح انهي طريق عشان تعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عارفين لما عم النبي قال له يا محمد يعني انت ايه اللي انت عامله ده؟
ركز معانا واحنا يعني هنريحك خالص يا محمد. ان اردت مالا وإن أردت ملكا ملكناك علينا وجعلناك كبير كذا في صنعاء وجعل القمر في يميني والشمس عن يساري ما تركت هذا الدين. فأنتوا متخيلين المعنى والحالة الجميلة إن واحد متمسك بهدفه لهذه الدين. عندنا ثلاث أنواع من الأهداف. النوع الأول هدف استراتيجي، النوع الثاني هدف متوسط، النوع الثالث هدف تكتيكي. كلمة استراتيجي وتكتيكي دي كلمات عسكرية بيستخدموها واحنا خدناها منهم بعد كده في الإدارة وفي التنمية البشرية. خلونا نمسك بقى حتة حتة. هدف استراتيجي هو الهدف البعيد. يعني ايه الهدف البعيد؟ انا عندي مجموعة من الأهداف البعيدة هي اللي هتحقق رسالتي. وهدف بعيد مش شرط انه يكون واضح، حتى هو اسمه استراتيجي بعيد، مش شرط يكون، ممكن يكون مزغلل شويه بس انا مش عارف تفاصيله بس انا شايفه رايحه. على سبيل المثال نرجع لصاحبنا، هو عايز مصر مثلا تبقى احسن حد في ملف التعليم، دي رؤيته، شايف مصر في هذه الرؤيه الجميله احسن حد في ملف التعليم. وبعد كده انتقل الى الرساله، فانا دوري في الموضوع ده ان انا ييسر علم الناس. طب عشان ييسر علم الناس محتاج احط اهداف. عندي هدف بيقول تعليم بالمجان، مش واضح تفاصيل الهدف، يعني مش واضح طب مين هيبقى مجان ومين اللي هيدعم والناس تدفع كام والداعم هيدفع كام ومين هيتقبل مني الفكرة ومين هيناقشني. انا لسه تفاصيل مش واضحة قوي، بس هو هدف استراتيجي بعيد. انا حاطط قدامي هدف، انا اي حاجة هعملها في حياتي لازم تكون بتصب في هذا الهدف. انا هدفي البعيد تعليم بالمجان. طيب ده نموذج على هدف الاستراتيجي البعيد. طب الهدف المتوسط، الهدف المتوسط دايما يا شباب هو الهدف اللي بيتحقق من خلال مجموعة من الأهداف القصيرة. على سبيل المثال تخيل مثلا واحد يقول لك ايه، يقول لك انا عايز اكون صاحب، نفس صاحبنا برضو اللي عايز يخلي مصر احسن ملف في التعليم، يقول لك طيب انا هدف متوسط عندي ان انا اعمل مدرسة كنموذج في التعليم بالمجان مع اعلى جودة. ده هدف متوسط. طب عشان يوصل له محتاج بقى يشتغل كتير على الاهداف التكتيكيه الصغيره، فيحط قدامه مثلا هدف ان هو يكون معاه فلوس عشان يبدا المدرسه، وهدف تاني ان هو يعمل كوادر اللي هتقوم المدرسه وتشغل المدرسه، ويعمل هدف ثالث ورابع وخامس. بعد مرور كل هذه الاهداف يصل الى الهدف المتوسط. ده بس موضوع في تفاصيل كثيرة، ولكن انا بس بسرعة كده مع حضراتكم ده يعني نقدر نقول كبسولات. ولما تبعتولنا على الايميل كتبت رؤيتك عاملة ازاي ورسالتك عاملة ازاي واهدافك عاملة ازاي وايه اللي انت متخيله، هنبدأ بقى نأدت ونعدل ونشتغل معاك في الموضوع. ايه رأيكم ننتقل لدايرة مهمة جدا وخطيرة جدا اللي هي الرابعة اللي هي دايرة الادوات. طيب اللي مستعد نبدأ ننتقل لدائرة الأدوات يضغط 3. ماشي يا يسرى، ماشي يا نانا بن صلاح، أمل، نادر، يلا توكلنا على الله. نبدأ في الأدوات. الأدوات هي كل حاجة في حياتنا بنستخدمها من مادة أو بشر أو حاجات نفسية دي ملموسة نستخدمها لإنجاز عمل أو لوصول لهدف أو لتحقيق شيء بشكل مباشر. تاني، أدواتك هي كل ما يقابلك، مثلا مثل علاقات. العلاقات أهداف ولا أدوات؟ هنا خطورة بقى. لو اهدافك بقت ادواتك كارثه، لو ادواتك بقت اهدافك برضو كارثه. تخيل واحد هدفه يروح اسكندريه، طب ايه الاداه اللي هيستخدمها هنا؟ ممكن القطار، ممكن السياره، ممكن الطياره، ممكن العجله، ممكن مشي. الله يعينه بقى، مشي ده يوصل بعد سنه. طيب تخيل واحد جه يركب القطر اللي رايح من القاهره لاسكندريه، فقال لك لا يا عم ده قطر زحمه، انا هركب قطر تاني شيك وفاضي
اللي رايح السويس عشق الأداة ونسي الهدف، فأنى له أن يصل، لا يستطيع أن يصل، صح ولا إيه؟ نحن لا نحب الأدوات، لا نعشق الأدوات، نحن نركز على الأهداف. طب نفرض واحد قال لك أن هدفي في الحياة أن يبقى عندي علاقات، يا نهار اسود، يا خبر أبيض، هدفك في الحياة هيقعد طول عمره يعرف علاقات، والفون بوك بتاعه على الموبايل يبقى 5000 رقم و10000 رقم، وعنده مليون ايميل وإلى آخره، ولن ينتهي وينتهي به الحال، وعمره يتقدم ويموت، وكان هدفه حاجة هي أصلا أداة وليست هدف. العلاقات عشان نبني بيها مشروعنا وعشان نؤسس ونعمل الكون. خد بالك، انت عايش في الدنيا كلها لأهداف سامية، لأهداف وليس لأدوات، فلتذهب الأداة. أقولكم على حاجة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليكم أن تتخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أداة مش هدف. يعني الناس اللي غالت في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسحت وعملت وراحت وقالت وجعلت وسطة، ربنا قال ايه في القرآن؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ما قالش يا محمد يجولي من خلالك، ما قالش يا محمد انت المقصود بذاتك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ. مش بس كده، الآية بتقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت مع، هو رسول بيجيب رسالة من الله سبحانه وتعالى إلينا، أطهر خلق الله، أعظم خلق الله، لا خلاف على ذلك. ولكن لو حولنا الرسول من رسول إلى هدف، من أداء إلى هدف، الناس بتعبد محمد كما فعل المغالين، وهذا لا نريده، وأمثلة كثيرة عديدة على ذلك. تخيلي واحدة مثلا هدفها في الحياة ان هي تتجمل، بس تتجمل لزوجها مثلا، خلونا في المثال الحلال، واحدة هدفها في الحياة ان هي تتجمل لجوزها، يا بنتي ده مش هدف، ده أداة. طب ازاي؟ طب ما انت ممكن تقعدي تتجملي 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 تتجملي، تحطي بارفان، تحطي ميك اب، تلبسي ازاي، عاملة ازاي، وما سألتيش نفسك يوم، هو الجمال ده المطلوب ولا في نوع تاني من الجمال هو اللي جوزي عايزه؟ لو الجمال هدف هتفضلي لغاية لما حياتك تنتهي، لكن الجمال ده أداة، وزوجك هو الهدف، انك ترضيه وتسعديه وتقر عينك بنفسك، تقر عينه بيكي. طيب لو انا فهمت الموضوع كده، اذا هبحث عن ان هو يرضى من خلال ادوات التجميل اللي عندي، ان انا ابان له في احسن صورة الى اخره. شفت مجرد ما فرقنا ما بين الاهداف والادوات الدنيا واضحة ازاي؟ واحد عمال يروح الشغل كل يوم، يروح الشغل كل يوم، يروح الشغل كل يوم، فلكم ان تتخيلوا ان الشغل بالنسبة له هدف. لا، الشغل بالنسبة لك اداة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت عايز تكسب فلوس، ده هدف تكتيكي عشان ابني مشروع معين، وعايز تبان في وسط الناس باخلاقك عشان الناس تقف جنبك وتساعدك، صح؟ لازم تأدي في العمل في هذه الأداة، في هذه البيئة، أداء جيد فتكسب فلوس، وتبرز أخلاقك الجميلة من خلال بيئة العمل، وتستخدم هاتين الأداتين في إنجاز مشروعك فيما بعد. أخلاقك خلت الناس تثق فيك، هيكملوا معك وياخدوا بأيديك، والفلوس عشان تبني بيها نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يا نهار أبيض، أنا ما كنتش فاهم الحياة كده. عشان كده عملنا البرنامج ده يا شباب، عشان كده البرنامج ده جاي بشكل واضح مباشر جدا. احنا عايزين نلين المكنة ونحط، اسمع معايا بقى الجملة اللي جاية دي، احنا محتاجين نتعود على طريقة تفكير، نحن لا نريد ناس تلقينا افكار. انا مش عايزك تخش على احمد حبيب تكلم احمد حبيب او تكلم منتقى الدارين تقول والله انا عايز فكرة في مشروعي، غلط.
انت مش اقل من انك تبدع وتجيب فكرة، انت مش اقل من انك تطلعي بفكرة غير عادية. امال ايه الموضوع؟ تعالوا نتعلم مع بعض طريقة التفكير يا شباب. انا قدامي دلوقتي 198 الحضور، انا عايز 198 دول يكونوا مركزين جدا جدا جدا، يخرجوا في النهاية بطريقة تفكير، يخرجوا في النهاية باسلوب جديد في التفكير. مهما اديتكوا عدد من الافكار، فطريقة التفكير تخلق لنا عدد لا نهائي من الافكار. طيب انا قبل ما اكمل معاكم المحاضرة وقبل ما اكمل معاكم الكلام، خلوني بقى نعمل زي تذكر ان نعمل كده ملخص اللي فات. احنا ليه عملنا خطوة بخطوة؟ عشان الحياة لا تأتي يعني الا بالتنظيم، الا بالترتيب. حياتنا بشكل عملي علمي ان شاء الله باذن الله تعالى هنحولها من العشوائية، من التخبط، من اكون فاضي امتى اعمل ايه وازاي، الى حياة ماشية ممنهجة، حتى نبدع وحتى نصل الى ما نريد بافضل واحسن صورة في الدنيا. هذه واحدة. الامر الثاني، اتكلمنا قلنا اول خطوة في الحياة سؤال كبير الواحد يسأل نفسه فيه، هو انا عايش ليه؟ واتعس حد مش عارف يجاوب على السؤال، واحسن حد يجاوب على السؤال بحب وبقوة وبثبات يقول اه انا عارف انا عايش ليه، انا كتبت رؤيتي ورسالتي واهدافي وادواتي، وانا عمال بطور من نفسي وبطور من امكاناتي، وماشيين مع بعض خطوة بخطوة، واللي يقع مننا نشد واللي يغيب، اتمنى الملتقى الدارين تعمل لنا كده ايه، كشف حضور وغياب. اللي يغيب نسأل عليه ونقول انت ما جيتش ليه وعملت ايه في الخطوة الاولانية، لغاية لما نوصل باذن الله تعالى الى بر الامان. الاجابة بوضوح على انت عايش ليه اربع دوائر: رؤيتك، رسالتك، اهدافك، ادواتك. اوعى رؤيتك تبقى رسالتك ده خطأ، اوعى رسالتك تبقى اهدافك ده خطأ، اوعى اهدافك تبقى ادواتك ده خطأ. محاضرة النهاردة سجلناها صوت، هنسيبها هننزلها على اليوتيوب في ملتقى الدارين، وان شاء الله باذن الله تحصلوا عليها وتسمعوها اكثر من مرة وتفرغ الكلام والذاكر. حياتك اهم بكتير من انك تتعلم بمجرد السماع فقط. ذاكر واتعب على نفسك زي ما بيقولوا الشوام كده، اتعب على حالك عشان تلاقي ثمرة عظيمة بعد كده. طيب عايز انتقل معاكم بعد كل الكلام الجميل ده الى محور مهم قوي 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 قوي، حاجة اسمها طب ايه هي العوائق الذهنية وايه هي العوائق النفسية اللي ممكن تخلينا ما نعملش حاجة زي كده. معايا يا شباب؟ يلا اللي عايز ننتقل بعد كده للنص التاني من المحاضرة يضغط 7. طيب شكرا جزيلا للجميع، تسنيم ونادر وكل احباب جزاكم الله خيرا، ومهدي وريم وارك ونور وفاطمة ويسرى فيهم، وابعت لي على الايميل وباذن الله تعالى نبدأ مع بعض نتواصل شيئا فشيئا. طيب اكتب على اليوتيوب، ابحث على اليوتيوب بالنخبة، ابحث على اليوتيوب بكلمة نادي النخبة، اول نتيجة ده مشروع في تشغيل دماغ كويس قوي. كل اللي انا عايزه منك في المشروع ما تفكرش في المشروع نفسه، انسى المشروع نفسه، هنتكلم عنه بعدين، هنتكلم عنه بعدين. اما انا عايزك تشوف الفكرة ليه؟ عايزك تشوف الفكرة عشان تعيش طريقة التفكير داخل الفكرة. تنضم ازاي لنادي النخبة ونعمل ايه في نادي النخبة؟ ما تفكرليش في ده دلوقتي خالص. الاكسرسايز بشكل محدد قوي هو ان لما تكتب على اليوتيوب نادي النخبة، اول نتيجة، اول نتيجة دي كلمة في مؤتمر في شرم الشيخ بنعرض فيها المشروع، من فضلك شاهد الفيديو وركز فيه، وياريت تكتب اللي انت عرفته منه واستفدته منه، ويبقى كده بيننا وبين بعض كراسة بقى لغاية لما نظبط ماكينة التفكير بإذن الله تعالى شيئا فشيئا. أسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وفي العلم والعمل. يلا بقى ننتقل للنص الثاني من المحاضرة. أنا عارف ومتأكد جدا 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 أن حضراتكو كلنا بلا استثناء عندنا زي ما بيقولوا إيه،
عندنا عائق نفسي، وعندنا عائق ذهني، وعندنا العديد قوي من العوائق بقى ايه العملية والعلمية والى اخره. طيب اول عائق ذهني ممكن يعدي علينا ايه؟ اول عائق ذهني ممكن يعدي علينا ايه؟ واحد يقول لنفسه ايه ده، انا مش فاهم الكلام اللي اتقال، الكلام اللي اتقال ده صعب، ذهني مش مستوعبه. طيب ممكن تسأل تقول لي والله الكلمة دي كانت صعبة عليا، انا مش فاهمها، الجملة اللي انت قلتها دي والله انا مش واخد بالي قوي منها. ممكن تسأل انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. بعد اذن معاليك اسأل، وبعد اذن معاليك استفسر، وما تخليش حاجة معدية، وقف عند نقطة نقطة لغاية لما تجربها، لغاية لما تجربها. كل كلمة من اللي انا قلتها لازم تجربها، لازم تشتغلها، لازم تعرفها، لازم تشوف ثمرتها في حياتك. ده موضوع مهم قوي، ده عائق ذهني مهم جدا. في عائق ذهني اخر، عارفين ايه هو؟ وده رهيب، خدوا بالكم منه قوي وركزوا فيه جدا، لانه عامل زي السم في العسل. واحد يقول انا جربت الكلام ده قبل كده وما عرفتش اوصل لحاجه. هو عارفين هو كان جرب ايه؟ هو كان جرب حاجه تانية خالص 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 خالص، اسمها ان هو كان بيكتب وعايز يحط اللي عايز يعمله على الورق، ظنا منه ان مجرد انه يكتب اللي عايز يعمله كده بقى راجل منظم وهينتقل الى مرحله التطبيق بشكل جيد، وده مش صحيح، ده مش حقيقي. انت الكتابه دي خطوه، لكن انت ما فكرتش الرؤيه والرساله والاهداف والادوات. انا بقول لك لا، ركز، اللي انت عملته قبل كده كانت مجرد تجربه، النهارده احنا بنبدا مع بعض كلام عملي جدا، كلام مهم جدا، كلام دقيق جدا 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 جدا. اشتغل على نفسك واشتغل على حالك وابدا الموضوع بشكل جيد شيئا فشيئا. تمام كده؟ لو الصوت وصل عند الأحباب اضغط 4. طيب انا هستاذنكم، اي حد عنده تساؤل، اي حد عنده تساؤل، انا سامحوني وانا بتكلم ما بتكونش عيني على الشات، وانا بتكلم عيني مش على الشات، فاي حد عنده تساؤل احنا هنفتح باب الاسئله بعد قليل، يعني ان شاء الله خلاص هننتهي ونفتح باب الاسئله، ولكن انا مش هعرف وانا بتكلم اجاوب على الاسئله. فاي حد عنده تساؤل انا هستاذنكم حضروا وهنجاوب على كل التساؤلات باذن الله تعالى. طيب يبقى العائق الذهني لازم نتخلص منه. خلصت الموضوع بتاع العائق الذهني ده، ابدأ اشتغل، مش عارف اسأل، مش واضحة كلمنا، ابعت لي على الايميل، خاطب ملتقى الدارين الى اخره. وفي عدد كبير من المدربين المحترفين في ملتقى الدارين، اسأل الله ان ينفع بهم. طيب العائق النفسي بقى خطير جدا 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 جدا. في واحد يقول لك هو انا اقدر، يا عم انت فاهم ايه بس، هو انا اقدر، هو انا استطيع، يا عم الموضوع فين واحنا فين وانت فين، يا عم الموضوع مش بالسهولة اللي انت بتتكلم فيها دي. اقول لك اه تقدر، في ناس في الستين وفي السبعين وقدروا، وفي قصص كثيرة جدا 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 ربما لا يتسع المقام لذكرها واستطاعوا، وفي ناس كتيرة جدا 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 بدأت واستطاعت في فترة وجيزة جدا ان هم يشوفوا النتائج بتاعتهم. خليني اقول لك على كام موقف سريع جدا كده. مين يصدق، مين يصدق ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اي نعم هو مؤيد لكن ابتلي ابتلاء شديد، صلى الله عليه وسلم طلع لوحده في وسط ملايين ومليانة من الكفار ورسالته وصلت الى يومنا ده وتفتح الافاق وتفتح القلوب وتساعد وتنير طريق العباد والبلاد؟ استطاع محمد
محمد صلى الله عليه وسلم انه يصل لهذه الامبراد. ياس دلوقتي نحو الأمية قدر ياخد ابتدائي واعدادي وثانوي وينجح، وبدأ وهو عنده 40 سنة و45 سنة، وكان بقاله 45 سنة أمي. يا ناس كانوا يستطيعوا مثلا زي الإمام البخاري، بلاش أقول لكم على حاجات احنا بنعملها في اليوم والليلة. الراجل بتاع كنتاكي ده الموضوع كان عبارة عن خلطة، سر الخلطة، وبدأ محل في اثنين، فرع في اثنين، دلوقتي عنده هذه المئات المئات من الأفرع حول العالم، آلاف الأفرع حول العالم. طيب بالجيتس قلنا عليه كان صيد في الجامعة وناس تقول عليه مش عارف ايه، ودلوقتي صاحب مايكروسوفت. أينشتاين طردوه وقالوا عليه قبله، كان عليه يعني مواصفات وأعراض البلاهة كده. طيب وأصبح أينشتاين 999 تجربة فاشلة ونجح في الألف، وغيره 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 من القصص. يعني أنا هقول لكم لو تسمحوا لي هقول لكم على موقف حصل معايا أنا شخصيا، بس خليني بس أشوف كده ال انا مش عارف هل الصوت واصل. الصوت واصل للاحباب؟ الويندو اللي فيها الكلام بتاعكم للتشاتنج مش طالعه قدامي، اجيبها منين؟ مش حتى لو حد قال لي مش هعرف، لان انا مش شايف اصلا انتوا بتكتبوا لي فين. حضرتك هتلاقي تحت يا فندم، حضرتك تحت على اليمين كده، تحت على اليسار هتلاقي تحت. شكرا. تقريبا انا كده شفته. تمام. وبالتالي العائق لنفسي ده انساه خالص. انا افتكر يا شباب حاجه حصلت معايا انا شخصيا، ان من حوالي 12 سنه يعني ما كانش ليه علاقه بالكمبيوتر خالص، وما كنتش عارف ابدا منين، وكان الموضوع صعب جدا من حيث المصاريف ومن حيث التكلفه والى اخره، وحتى الموضوع مبهم. يعني تخيلوا من حيث المعلومه مش عارف ابدا منين، ومن حيث المعرفه ماليش علاقه بالكمبيوتر، ومن حيث الفلوس معيش فلوس اخد دورات، ومن حيث اي حاجه في اي حاجه تقطعت السبل من كل النواحي. الا ان في معنى والدي علموني اللي هو العلم، دور على علم، ابحث عن العلم، تعلم. العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك حتى يصل لدرجه الملوك. هذا الكلام الجميل المهم خلى اول خطوه في حياتي فكر انت عايش ليه وعايز توصل لفين. وخليني اقول لكم على حاجة عجيبة جدا 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 هختم بيها، اسمحوا لي اختم بالمعلومة الجاية دي. في ناس بتقول يا عم الثورة ومش الثورة، والثورة عملت لنا ايه، والثورة خلت لنا ايه. هقول لكم اجابة بسيطة جدا جدا. عايز تعرف الفرق، اعرف انت فين وكان المفروض تكون فين، تعرف الفرق ايه. تاني لو حد قال لك يعني الثورة عملت ايه، ولا الموضوع ايه، ولا الدنيا فيها ايه، قول له الكلمة دي، قول له احنا فين دلوقتي، انا على مستوى الشخص فين، انت على مستواك الشخص فين، علما وعملا، الصحة، التعليم، الدراسة، الدراية، الوعي، التثقيف، الريادة، التقدم، الحداثة، الفلوس، الاكل، الشرب، الحرية، الامان. اعرف انت فين في الكلام ده كله النهاردة، واسأل نفسك هو انت المفروض كنت تبقى فين. تعرف الفرق بين ما انت عليه وما يجب ان تكون عليه. انا بشكركم شكرا جزيلا جدا جدا على حسن استماعكم. احبكم في الله جميعا، واشعر كده ايه ان احنا جالسين على طاولة واحدة زي ما هو مبين او موضح في البوستر على ملتقى الدارين.
سعدت جدا واستمتعت بكم في هذه الدقائق اللي مرت علينا. أتمنى من الأحباب اللي عنده تساؤل بس بالترتيب، إحنا مع بعض. لسه مكمل معاكم، بس الفترة الجاية بقى إيه هنخليها أسئلة وأجوبة. اللي عنده أي سؤال يتفضل، نستمتع بيه. ولكم جايزة تكتب على اليوتيوب عشان الفيديو وتشوفوا الفيديو ونعيش مع طريقة التفكير في الفيديو. وبعدين بإذن الله تعالى برضو انتظر على الإيميل الرؤية والرسالة والأهداف والأدوات. أنت عايش ليه؟ نبدأ نرتبها مع بعض. دي أول خطوة في برنامج في برنامجنا، خطوة بخطوة، لعل الله سبحانه وتعالى يكمل لنا على خير بإذن الله. فخلونا بس نبدأ خطوة بخطوة كده، بما إن هو برنامج خطوة بخطوة، فنبدأ مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة ادونا نبدأ أسئلة، يعني سؤال سؤال. طيب تعالوا ناخد ملخص للكلام بسرعة زي ما قالت سارة. الإيميل تاني، مين مع الإيميل يكتبه؟ أشكرك يا خالد، هايل، كيف أزود ثقتي بنفسي. طيب مين يقول لنا، طيب مين من الناس الحضور يكتب لنا على تشاتينج دلوقتي، احنا قلنا ايه النهاردة، اتعلمنا ايه النهاردة؟ ممتاز ممتاز يا مروة، هنقولك عن الهدف التكتيكي. تمام، الفرق بين الخطوات، حاضرين. الكسل معاك هنتكلم عنه يا هدير، حاضر. ما تسمعش كل كلام الناس، حدد رؤيتي ورسالتي وأهدافي، الراحة النفسية بشكل عملي وعلمي، تحديد رؤية والرسالة، رؤية ورسالة أهداف، إيماني بالله ومعرفة مستواي. أولا أنا أحدد رؤيتي لنفسي وهدفي كيف أنفذها وإزاي. ممتاز جدا يا خالد، أشكرك جدا يا سارة، اسأل جرب ابدأ ابحث عن علم، هايل جدا يا سارة، أشكرك. محمد عبد الرحمن، احمد عبد الصمد، التركيز على الهدف وليس الوسائل، اشكرك يا احمد عبد الصمد، ممتاز جدا. طارق، اخلي علاقتي بربي كويسه، اشكرك يا طارق، ده كلام مظبوط. هبة الله، عايز الايميل، حبيب ات احمد حبيب. الناس اللي بتسال على الدوره، ان شاء الله هعمل لكم دوره في الجرافيك متقدمه جدا ومتخصصه جدا، بس لسه بنرتب الموضوع مع اداره الدارين. لا تهمل الوسائل ولكن ما تحطهاش اهداف. من ضمن الوسائل العلاقات، فالعلاقات ادوات ووسائل وليست اهداف. تمام، نتحدى العوائق الذهنيه والنفسيه. اشكرك يا يسرى، هيوج رايتنج سبيد، معلش يا ريمي، نستحمل شوية ونشوف هنعمل ايه في موضوع السرعة ده. مها محمد صلاح، مش لاقي هو خطوة، احنا مع خطوة وخطوة لغاية لما نطمن ان الناس الحمد لله الحمد لله بقى عندها طريقة تفكير. طيب بالنسبة لنور، كيف اوصل راحة البال والفكر، هنتكلم بالكلام ده بالتفصيل يا نور. طيب تعالوا بقى طيب ايه رأيكم بقى نمشي مع بعض خطوة بخطوة، كيف انمي ذاتي يا ضياء، هنتكلم بالتفصيل الممل. طيب ايه رأيكم بقى الاعلان عندكم على اعلان المحاضرة عندكم على منتقى، ان شاء الله هنلتقي باذن الله تعالى ايام الجمعه والساعه 10 بتحاضر الاجابه. تعالى هنديكم، انا في اسئله يا اخوانا تخص الدعم الفني انا ما بردش عليها، لان المفروض ان احنا معانا على الشاتنج دلوقتي اداره الدارين، فانا اي سؤال عن الدعم الفني انا اسف مش من تخصصي، يعني الصوت غيره انا ما اقدرش اكلم فيه، من تخصصي من الساعه 10 للساعه 12 بتوقيت مصر. طيب ايه رايكم بقى نبدا كده ناخد نفسنا،
تسمحوا لي اخد بالظبط 3 دقايق وارجع لكم تاني؟ اسمحوا لي بس اخد 3 دقايق تاني ونبدا الساعه الثانيه من المره. الناس اللي ما حضرتش الساعه الاولى او دخلت متاخره اثناء اجابه على الاسئله هتعرف احنا قلنا ايه في الساعه الاولانيه. فانا هستاذنكم في حاجه 3 دقايق بالظبط، 3 دقايق باذن الله تعالى، واعود لحضراتكم اخد بس بريك وارجع لكم على طول. شكرا جزيلا. طيب يا احباب السلام عليكم. ما شاء الله اسئله كتيره جدا 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 جدا، بارك الله في الجميع. انا بطلع اهو بسرعه على اسئلتكم. انا هستاذن الاحباب يوقف الى خلاص فوق ال 100 سؤال على فكره، اكتر من 100 سؤال نقدر نعديهم كلهم النهارده، ولكن خلوني همشي سؤال سؤال. وباذن الله تعالى محاضره يوم الاثنين هنجاوب على التساؤل ده بالدعم الفني، مش هرد عليه اي سؤال ليه علاقه ملوش علاقه بشكل مباشر مع محاضره النهارده، هننوه عليه بس ونعديه للمره الجايه. طيب نبدا مع الاسئله، مع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة كاملة هتنزل على المنتدى بإذن الله، محاضرة كاملة هتنزل على المنتدى، أنا خلاص سجلتها وإن شاء الله هرسل الملف. تعالوا بقى نمشي مع بعض. طيب طيب دلوقتي أول سؤال جالنا، ما شاء الله أسئلتكم كلها نوعية. أول سؤال جالنا من ماكسم. ماكسم بيقول إزاي أقضي الهدف والأدوات بحيث أحب الأدوات، بحيث حب الأدوات ما ينسينيش الأهداف. شايفين السؤال جميل جدا إزاي، يعني أنا بعتبر ده من الأسئلة المهمة جدا جدا يا أسد. يعني ده من الاسئله، خلونا نجاوب على السؤال الجميل ده، ازاي اقدر اميز بين الاهداف والادوات؟ حب الادوات ما ينسينيش الاهداف، مهم قوي. انا عايز اقول لك انك مجرد انك وصلت لهذا السؤال ده نص الطريق. عرفت ان في فرق بين الاهداف والادوات ده نص الطريق، كويس انك المعرفة ادوات لو بقت اهداف تودينا في داهيه ده نص الطريق. فجزال دي مهم جدا وسؤال خطير. مش اي حاجه مش اعرف ان هدف بقى ده ثانيه، لكن كل اللي يعنينا ركز معايا في الكلام، كل اللي يعنينا الآن على مستوى الفعل الآن. سأعطيك مثال،
اولا الصوت واصل، يعني الصوت واصل على ثلاثة. احسب السنة يوقف بالادوات على الف حياة وانت في العمل، ايه اهداف وايه ادوات؟ لو انت دخلت البيت ايه الاهداف وايه الادوات؟ لو انت اتعاملت مع الناس جيرانك وخالطت الناس في المجتمع وايه الادوات؟ خالطت الناس على سبيل المثال، الادوات ممكن بالتليفون، ممكن تقابلهم، ممكن تخرج معاهم، ممكن ممكن من كل دي ادوات. طب والهدف ايه؟ ان انا افعل الخير للناس، ان انا اعمل حاجه كويسه بين الناس. ده الهدف. ودي الادوات في حب الادوات، فتحب انك تخرج وخلاص، او تحب انك تتصلي عمال على بطال وخلاص. ولكن احنا عندنا هدف ان احنا نتواصل مع الناس، نبني عمل جيد، ننشر ده كلام ده بادوات نستخدمها دون ايه. انت عزوت الادوات الكتاب الجميل، ان انا اتعطر اتجمل ليه، اسهر على راحته، اقدم له ما يحبه، ما ينفيده، ما الى اخره. صح؟ ايوه صح. طيب الهدف انه يرضى عني زوجي صاحبي، انا بعمل ادوات وبسأل نفسي طب يا ترى هو رضي؟ يا ترى كده صح؟ مش اعمل وخلاص عشان افرح بنفسي، يبقى انا كده فرحت بالادوات وسبت الاهداف. واضحه كده النقطه؟ تمام. تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعده. عايز اعمل مشروع كويس بس خايف من الخساره. احنا قلنا بقى نقطه مهمه جدا، اوعك تبدا في حاجه، اوعك تعمل حاجه الا لما تمشي خطوه بخطوه. انا مش متخيل حد يقدر يقدم على عمل الان وهو مش عارف هو موجود هنا ليه بوضوح مية ورسالة واهداف. خطوة ليك سأل السؤال المهم. تمام. مين اللي عبد الرحمن اللي سأل السؤال الجميل ده؟ فانا بقول لك يا محمد اوعك تبدأ في حاجة إلا لما نمشي مع بعض خطوات عملية بقى، واحدة واحدة، نعرف إحنا موجودين هنا ليه. والخسارة مش هي الخطأ، خد بالك، الخسارة معرض للخطأ جدا من خلونا نطلع ليه بسرعة كده. راندا بتسأل بتقول كيف لا أصاب باليأس بعد فشل متعاقب في حياتي، وخاصة إذا كان هذا الشيء قدري. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وعايز أقول لك يا راندا حاجة مهمة أوي 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 أوي. أعرف ناس أخفقوا، محدش بيفشل، مفيش إنسان في الدنيا ممكن يفشل. كلمة فشل خلاص حاد عن الطريق وما ينفعش يرجع تاني، لكن هو اخفق، ما ظبطتش معاه مره، ما كملتش معاه مره، ما وصلتش معاه للذي يريده مره. طبيعي الحل في حاله زي كده ايه؟ ان هو يتعلم من هذا الاخفاق ومن هذا الشكل، من هذا النوع التعامل، حتى بعد كده يعني يحيد عن الاخ ان شاء الله ينجح. وفي حاجة طول ما المحاولات يعمل حاجات واخفق حاجات جدا جدا لان الله سبحانه وتعالى. خدي بقى يا رندا الكلمه المهمه جدا، اكتبيها وعلقيها عندك في الغرفه. ان الله لا يبتلي ليعذب، ولكن الله يبتلي ليصطفي ويهذب. تاني، إن الله لا يبتلي ليعذب، ولكن الله يبتلي ليصطفي ويهذب. تمام. الناس اللي عندها أسئلة طويلة يعني فيها طرح تبعتها لي على الايميل. جزاكم الله خيرا.
في عندنا سؤال تاني برضو، رندا ومحمد عبد الرحمن والناس دي كلها هتلاقوا حضراتكم عديد من الإجابة على التم بتاعت الشغل وأثناء العمل في نادي، يعني أثناء العمل في خطوة بخطوة، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى أثناء هتلاقوا إن في حاجات كتيرة جدا أنتوا سألتوا عنها وأسئلتكم. ريمي أنت عندك حالة كآبة مزمنة، اقترب من الله سبحانه وتعالى، اسجد وقف، فالله أقرب إلينا من كل قريب. واسمحوا لي أقول لكم كده الحديث القدسي الجميل ده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعصية وهم أفقر ما يحتاجون إلي، أستي فمن أذكرني، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، هم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم، من جاءني تائبا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له: ألك رب سواي؟ فلك أن تتخيل هذه الرحمات العظيمة من العالمين سبحانه وتعالى، يعني كل ده يذهب الهم ويذهب الغم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: والله إلى من قام؟ فيقول الله النبي يضحك علي، فيقول النبي: ولم؟ فيقول لي: لو أخبروني يوم القيامة أبي ما سررت سروري أن حسين، لأن ربي من أمي. فلك تتعبت إيه، حزن إيه، قرب من ربنا سبحانه وتعالى. أعربي يسأل النبي: من يحاسبنا يا رسول الله؟ فيقول النبي: الله. فيضحك الأعربي فيسأله النبي عن سبب هذا السرور، فيقول الأعربي للنبي: يا محمد، عندنا في الأعراب أن الكريم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامح. فدمعت عين النبي وقال: ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل، ألا لا كريم الله عز وجل، لو يعلم المدبرون عني شوقي لهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي. يا داود، هذه محبتي بالمدبرين عني، فكيف محبتي بالمقبلين علي؟ يا ريمي قرب من ربنا سبحانه وتعالى، عيش حياتك معاه، شوف هيعمل معاك ايه. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنادي السماوات كل يوم، تنادي السماوات فتقول: يا رب إذن لنا أن نطبق على ابن آدم، وتقول الجبال كل يوم: يا رب إذن لنا أن نطبق على ابن آدم، وتقول البحار والأنهار والمحيطات: يا رب إذن لنا أن نبتلع ابن آدم، وتقول الخلائق مثل ذلك. فيقول الله عز وجل: لا، دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. تخيل حب ربنا ليك عامل إزاي. حتى أحد الصالحين أحد العلماء بيقول: ليس العجب من عبد يتودد إلى سيده، ولكن العجب كل العجب من سيد يتودد إلى عبيده، وذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
فلك أن تتخيل أن الله يبسط يده إليك. وبعدين احنا خلاص داخلين دلوقتي بتوقيت على الساعة إيه بالضبط، أنت بتتكلم في الثلث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يتنزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل فينادي فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيها له وذلك. تخيل كل ربنا سبحانه وتعالى بينزل عشان تقرب منه. قال تعالى الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. واحد يقول يا عم انا فين والكلام ده فين، خد الآية اللي بعدها على طول. قال تعالى الآية اللي بعدها على طول بعد ألم يأني للذين آمنوا، قال تعالى اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الجدب بعد موتها، الأرض اللي ما فيهاش خير خالص. طب ايه علاقة الدب ده زي ما ربنا أحيا الأرض الجدب الموات ودب فيها الروح وبث فيها الحياة؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يحيي قلبك بس بشرط تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. هقولكم على موقف لما عصى آدم ربه في الجنة استوحش فناداه، معروف القصة اللي هو أكل من الشجرة وسوآتهما إلى آخره. فقال آدم يا آدم كل المعصية عليك ملوك، معصية العيد على الملوك ذا أيام، يا آدم معصية تتذلل بها إلينا خير وأحب من طاعة ترائي بها علينا، إن عصيتك وبنيك فعلى من أجود برحمتي. يا شباب احنا بنجتهد في الدنيا دي وبنعمل اللي علينا وبناخد دورات وبنشتغل وبنفكر صح وبنرتب أمورنا، ولكن فهو المعان ومن خذله الله. وكما جاء في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأعطين من لا حيلة له حتى حيل تاني، وعزتي وجلالي لأعطين من لا حيلة يتعجب أصحاب. فالله تعالى يعلم أين تصل رسائله، وكلما اقتربت من الله زادك من قربه نورا. اسمع كده الكلام الجميل بما أننا كده في الليل الجميل، اسمع كده. يقول الله عز وجل لداود يا داود إن لي بالليل عبادا هم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، فإذا جن عليهم الليل وخلت الطيور إلى أوكارها وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلي، فبعيني ما يعانون من أجل داود أدن منه وأرهتري وأعطيهم من نوري عليهم أبدا. عدنا النهاردة انه ما ينامش قبل ما يصلي ركعتين لله، اللي يوعدنا ان هو يصلي ركعتين يقرب فيهم من ربنا يزيل بيها الله تبارك وتعالى الهم والغم والكرب. يوعدنا دلوقتي يقول ايوه انا هصلي، اكتب كده على الشات اللي مستعد ان هو يصلي النهاردة ركعتين لله قيام ليل، يشجعنا كلنا ونصلي كلنا لو 3 دقايق حتى. اكتب دلوقتي على الشات ايوه انا معاكم صادر ركعتين لله النهاردة. همس النيل ربنا يكرمك يا رب، وجست 1027 غير اسمك عشان اديك باسمك، وإبراهيم
أشكرك إن شاء الله. وخالد فين بقية الناس؟ فين راندا ومريم ورنا؟ أميرة معانا بإذن الله، فين بقية الناس؟ عايزين نتفق اتفاق، احنا بنقول نجتهد في الحياة كتير في ملتقى الدارين، إن لم يكن لله عون للفتى فني عليه اجتهاده. بيت الشعر ده حطه قدام عينيك، نور وريهام وغادة ومحمد وآية وسارة وتسنيم وأمل ومصطفى، دينا، هاجر، صفية، سهام، تسنيم. البيت الشعر ده إن لم يكن لله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. مي خطاب، نهل، رندا، إسلام، شكسبير، مصطفى. وتعيش المعنى ده وتعيش القرب من الله سبحانه وتعالى، وكمان توبة، توب، قرب منه توب. هقول لكم على القصة المشهورة، خرج موسى عليه السلام يطلب الاستسقاء ولم ينزل المطر، فخرج في جمع من الناس 30-40 ألف واحد من بني إسرائيل ولم ينزل المطر. وكان موسى كريم الله، وكلما نادى موسى على الله وطلب منه الاستسقاء نزل المطر، إلا في هذا اليوم لا ينزل المطر، لم ينزل المطر وسيهلك الناس. فنادى موسى على الله وقال: يا رب، عودت يا رب، عودتني تجيبني، انت ليه مش عايز تجيبني يا رب العالمين؟ المطر فين المطر؟ فقال الله تبارك وتعالى لموسى: يا موسى، بينكم عاصي يعصاني منذ 40 سنة، وبشؤم معصيته منعتم المطر من السماء. يا موسى، عرفت انت النجاح متأخر عنك ليه؟ عرفت المطر اتأخر عنك من السماء ليه؟ اللي انت حاسس بصداع، بزهق، بتعب، بتعب نفسي الى اخره، منعتم المطر يا موسى من السماء بشؤم المعصية. فنادى موسى: ايها الناس، بيننا يعصي الله منذ 40 سنة، منعنا السماء. فالناس بصوا كده، لما العاصي يعرف نفسه مفيش غيري 40 سنة بعصي ربنا سبحانه وتعالى، نادى العاصي بينه وبين نفسه وقال: يا رب، إن خرجت فضحت، وإن بقيت لم ينزل المطر وهلكنا من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك. فنزل المطر ونزل المطر، فنادى موسى على الله وقال: يا رب، نزل المطر ولم يخرج العاصي، نزل المطر ولم يخرج العاصي. فقال تعالى لموسى: يا موسى، تاب العاصي يا موسى. قال موسى لربه: يا رب، عليك يفرح به. فقال الله عز وجل: يا موسى، يعصي 40، أفيوم يتوب إلي أفضح، أفيوم إلي أفضح. تخيل حب الله تبارك وتعالى، قالوا كده عشان تيجي للادي، الليلادي بإذن الله تعالى رب قوي، انت كده بتقربي من ربك، بتعايا ربنا بيحب العفو. قال: أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يوم القيامة يجي اثنين من العباد بين يدي الله عز وجل، يوم القيامة يجي والتاني مظلوم، فيأتي الله تبارك وتعالى لأنه بيحب العفو، لأنه بيحب العفو، فيأتي
الله تبارك وتعالى ويجيب المظلوم مظلوم عبدي، فيقول ربه، فيقول الله عز وجل انظر في الأفق يا عبدي، فينظر القصر من ذهب، يقول العرب تعالى يا رب لمن هسر، فيقول الذي يحب العفو عبدي قصر لمن يملك الثمن يا رب، ومن يملك كام لا دينار ولا متاع، فقول الله عبد المظلوم عبد تملك الثمن، قال وما قال له العفو عن أخيك، فيقول هذا عفوت عفوت عفوت، قول الله عزك وادخل الجنة. معقولة بعد الكلام ده في حاجة؟ أحب إلينا وأكبر عندنا من الله تبارك وتعالى وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ليس العجب عبد يتودد إلى سيد، ولكن عجب كل العجب من سيد تودد إلى عبده. زبط زي ما قالين كده رددوا زي تسليم ما قال، قول أحبك ربي أحبك ربي في السجود، قول تهام الليل ولكن لها أمد قضاء. أشكرك نادرة، ردد قول أحبك ربي، عيش عيش المعنى وقرب منه قوي، وحس بالله تبارك وتعالى قوي 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 قوي. يا شباب القصة المشهورة قاتل المئة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس، متخيل؟ يعني الزنا ده بالنسبة له بقى حاجة عادية، وقطع الطريق ده حاجة عادية، وعقوق الوالدين وقطع الرحم وضرر بالناس بقت حاجة بالنسبة له، وقتل 99 نفس. فقال الرجل لأن الفطرة اتحركت جواه، بالله عليكم تركزوا في الكلام ده قوي، الفطرة اتحركت جواه، فسأل الرجل سأل الرجل سؤال يعني كلنا نسأل عن هذا السؤال، قال هل لي من توبة؟ فدلوه على عابد مش عالم، عابد، والعالم أعلى درجة من العابد. أما العابد خد الموضوع بحماسة كده، فالرجل بيقول له هل لي من توبة؟ القاتل لي من توبة؟ فقال العابد 99 لا ليس لك توبة، فقد له فكمل به المئة، ثم سأل أريد أن أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فقال له العالم ومن يحجب عنك باب التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا قوما صالحون يعبدون الله فاعبدهم. وهو رايح على الأرض توفى، فجاءت الملائكة، قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا إلى ربه بقلبه، وقالت ملائكة العذاب ولكنه قتل 100 نفس. ملائكة الرحمة عايز تاخده للجنة، وملائكة العذاب عايز تاخده للنار، ولكن بينهما رب كريم عظيم يحب العفو يحب العفو. انتوا متخيلين المعنى والإحساس ازاي؟ يحب العفو. فإيه اللي حصل؟ فأوحى الله إليهم أن قيسوا بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب يقبض إليها، ثم أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه فقبض إلى الجنة عند رب يحب العفو. تهرب لله ولا لا؟ تفر لله ولا لا؟ تحس بالله وتنعم بقربك منه ولا لا؟ أحبك ربي، ردت قول أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي ربي. حاول ولكن بطرائق بعدد الخلائق، أحبك ربي خذ بيدي إليك. طيب إيه رأيكم نختم بالدعاء؟ إيه رأيكم نختم بالدعاء؟ تحبوا ندعي؟ نختم كده محاضرتنا بالدعاء.
الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. طيب بصوا يا أحباب، زي ما قلت لكم أنا هختم بالدعاء، وبعد الدعاء هنلتقي يوم الاثنين الساعة 10 بتوقيت مصر. يوم الاثنين هكون أنا فرغت كل الأسئلة اللي هتتبعت لي على الإيميل، استقبلت كل اللي عنده سؤال يبعته على الإيميل. أنا اديت حضراتكم اديت حضراتكم الإيميل اللي هو بتاع الياهو ماسنجر، اللي حابب كلهم يضيفوني على الياهو ماسنجر يبقى على تواصل دائم، وأيضا الإيميل التاني بتاع الماسنجر اللي هو a2habib@yahoo.com، والتاني بتاع اللي انت تبعته عليه الأسئلة أو هتبعته عليه الاكسرسايز. عندنا الاكسرسايز اللي هو الرؤية والرسالة والأهداف والأدوات، تبعته على habib@ahmadhabib.net. لا، habib@ahmadhabib.net مش ده بتاع الياهو ماسنجر، بتاع الياهو ماسنجر أنا هكتبه لكم حالا دلوقتي. أنا هستأذن بس الدعم الفني يقفل الشات، بعد إذنكم. انا هو هديكم وادي الحضارات كلكم تاني، دي البيانات كلها. فضيفوني على الفيسبوك وعلى ده الايميل، وتعالوا نبدأ في الدعاء. انا هدعي وهختم بالدعاء، بعد الدعاء هخرج على طول، ويوم الاثنين ان شاء الله باذن الله تعالى هنجيب على كل الاسئلة وهنرد على ايميلاتكم ان شاء الله تباعا باذن الله تعالى. واحنا بندعي كده نأمن على الدعاء ونشتغل على الدعاء بقلب سليم وبقلب كبير وقلوبنا، ونسأله التوفيق. يلا الكل كده مستعد، كل مستعد دعم الخطوة. لبيك يا ربي. دعم الفني عايز دقيقة، قول لي. طب بالنسبة لبيك يا ربي احنا هندعي. طب اتفضل اتفضل، اكتب على كلم الناس زي ما انت عايز. اتفضل. دي ملاحظة يا اخواننا من الدعم الفني، لحظة مهمة، ملاحظة مهمة جدا. الاسئلة كلها نوديها على المنتدى، والاسئلة اللي انتوا تحسوا ان هي خاصة جدا ابعتوها لي على الخاص، تمام؟ وهنحاول ان شاء الله نوفق ما بين المنتدى وما بين الخاص، بحيث ان الفايدة تكتمل ان شاء الله باذن الله.
تعمل فني، بس اول ما تخلص قول لي. جزاكم الله خيرا. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاحباب كلهم معلش افتح الشات، الدعم الفني يفتح الشات، نتأكد ان الصوت واصل عند الاحباب. اللي الصوت واصل عنده يضغط 6. اللي الصوت واصل عنده كويس يضغط 6. طيب خلونا بقى ايه بعد هذه الوجبة التي طالت. اشكر الدعم الفني. نعم الصوت عندي واضح. طيب يلا احنا بعد الوجبة الدسمة الجميلة دي جزاكم الله خيرا، كل بقى ايه يفرد ظهره ويستعد للدعاء. نختم بالدعاء، والمحاضرة بتاعت النهاردة بالصوت هتنزل على المنتدى بتاع منطقة الدارين، تحملوها وتسمعوها مرة واثنين وثلاثة واربعة ان فيها جيد ان شاء الله. باقي هنا اقول بس ملاحظة سريعة جدا جدا ونقطة غاية في الأهمية، ان احنا ماشيين على التوازي على جناحين، بناخد بالأسباب وفي نفس الوقت نعرف أن رب الأسباب هو المتصرف الأول والأخير. جزاكم الله عنا كل الخير. يلا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا قريبا غير بعيد، يا غالب غير مغلوب، يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. يا رب يا رب، كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد، وكنا تائهين فأخذت بأيدينا فلك الحمد. اللهم صل على النبي محمد في الأولين، صل على النبي محمد في الآخرين، صل على النبي محمد. اللهم كما آمنا بالنبي ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ملتقى الدارين. اللهم بارك لنا في ملتقى الدارين. اللهم بارك لنا في برنامج خطوة بخطوة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ملتقى الدارين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا مغفرة من عندك تغننا بها عن مغفرة من سواك. اللهم إنا نسألك حبا من عندك يملأ قلوبنا تغننا به عن حب من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من المهديين، اجعلنا من التائبين. اللهم اجعلنا من التائبين. اللهم اجعلنا من التائبين. اجعلنا من المحسنين. اجعلنا من المتعلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة جدير. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك،
خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدرنا واهدنا واجبرنا ويسر الهدى لنا. اللهم لا ملجأ لنا إلا إليك، اللهم لا مفر لنا إلا إليك. اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا عطشا فاسقنا، جوعا فأطعمنا، اللهم إنا مغلوبون فانصرنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، حربتنا واسلل سقيمة صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تخزنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على النبي محمد الأمين وأصحابه وأحبابه والتابعين. بارك لنا يا ربنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وتقبل منا أعمالنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.